حفرت الخنادق في خاركيف وسيجت ثاني أكبر المدن الأوكرانية بكتل أسمنتية تأهباً لصد أي هجوم روسي ثان محتمل. خاركيف العاصمة الإقليمية الواقعة على بعد حوالي 50 كيلومتراً من الحدود الروسية تدرك أنها تحت تهديد دائم، تحديداً بعد سقوط ماريوبول، ولكن بخطة دفاع جديدة وهدف قديم، الصمود. يوم الغزو الروسي لم تكن لدينا مواقع، استلقى مقاتلون على جانب الطريق خلف متاريس وأطلقوا النار من هناك، كنا في مواجهة مباشرة، لكن حالياً لدينا خنادق ومناطق محمية بشكل جيد. بالنسبة إلى الروس سيستحيل الاستيلاء على هذه المواقع. هذا الخندق شرق خاركيف يحيط بمنزل دمرته روسيا خلال هجومها الأول في فبراير، يهدف للحد من ضرر قذيفة محتملة. لا تزال خاركيف في مرمى المدافع، وكل ليلة تسقط قذائف على المدينة، لذلك تعلم السكان العيش مع أصوات الانفجارات والمدفعيتين الروسية والأوكرانية. خاركيف صامدة منذ 3 أشهر بوجه الآلة العسكرية الروسية وستدافع حتى النهاية، يقول الحرس الوطني في المدينة. الرئاسة الأوكرانية أكدت أنها عازمة على إرغام روسيا على دفع ثمن ما اقترفته أيديها في أوكرانيا عبر اقتراح قانون للتعويض عن الدمار في البلاد. محاسن حدارة، العربية.